ايوه مظبوط طيب طبعا احنا من المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم في موضوع الماتيريال كاركترايزيشن، عشان بعد كده دي مقدمة لان انا اعمل تصميم الخلطة. تمام، اتفقنا من المرة اللي فاتت ان الماتيريال كاركترايزيشن بيبدأ من السب جري، وعندنا تجارب نقدر نقيس بيها السترينث بتاعت السب جري زي السي بي ار وزي الريزيليان مودولس، وطبعا في الكي فاليو والتجارب التانية، بس احنا اكتر حاجتين يهمونا احنا وعشان كده ركزنا عليهم وخدناهم هما السي بي ار، لانه ده اكتر تجربة بتتعمل في المعامل عندنا في مصر، والريزيليان مودل ريزيليان مودلس، لان ده اصلا اللي بيحكمنا في التصميم، ولما نيجي ناخد تصميم الثيكنس ديزاين هنعرف مع بعض ازاي بنصمم بقيمه الريزيليان مودلس وازاي بنربط بين السي بي ار والريزيليان مودلس. بعد كده ابتدينا نتكلم عن الاجريجيت، ماشي، والاجريجيت اتكلمنا عن الاختبارات بتاعته بسرعه مش بالتفصيل يعني، وبقى لان الاجريجيت طبعا مكون من مكونات الخلطه نفسها، وكمان هو بيمثل طبقه الاساس والاساس المساعد اللي هم البيز والسب بيز. فبقينا نتكلم كمان عن الاسفلت وانواعه، والحاجه بقى المهمه اللي احنا الاسفلت طبعا اللي هو الماده الرابطه او البايندر اللي بيربط لنا الخلطه مع بعضها. الاسفلت اتكلمنا على انواعه، بس الاسفلت اللي هو الاي سي ما اعرفش اذا كنت قلت لكم ولا لا، احنا بنستخدم في مصر اسفلت نوعه 60 70، ماشي، انا ما حطيتش ده في السلايدز اللي هي تجربه البنتريشن، بس انتوا لازم تكونوا عارفينها يعني. مش عايزه اشرح التجربه، هي تجربه سهله خالص، ان احنا بنجيب بوتقه ونملاها اسفلت ونسيبها لحد ما تبقى في درجه حراره الغرفه، وبعدين في ابره بوزن 100 جرام بتبتدي تنزل عليها تحت تاثير وزنها، ونشوف مقدار الاختراق اللي حصل للعينه قد ايه، وبيتقاس باعشار المليمتر. يعني لما بنقول الاسفلت اللي عندنا في مصر 60 70، نقصد ان قيمه الاختراق اللي بتحصل لعينه الاسفلت من 6 ل 7 ملي، بس هو وحده القياس فيه عشر المليمتر مش المليمتر. تمام، الابره بتنزل في العينه من 6 ل 7 ملي. يعني ايه من 6 ل 7 ملي؟ يعني انا لما يجي لي اسفلت واختبرته في المعمل والبنتريشن اقل من 60 ما بقبلوش، اكتر من 70 ما بقبلوش. طب ليه الرينج الضيق الصغير ده؟ طب يعني البنتريشن بيعبر عن ايه تفتكروا؟ يعني لما الابره عن تخترق العين بتعبر عن ايه؟ لزوجة لزوجة العينه. برافو عليك، لزوجة العينه. احنا قلنا ان الاسفلت ماده فيسكس، تمام، انا ببقى محتاج لزوجه معينه، لانه الاسفلت بيتاثر قوي زي ما انتم شايفين كده بالعوامل الثلاثه اللي قدامنا دول، ثلاث حاجات: درجات الحراره، ماشي، الريت اوف لودنج، والايجنج التقادم او التقدم في العمر. تمام، انا عندي حاجتين عايزه، اهم عيبين في العيوب، عشان كده دايما بنشرحهم وقلناهم في المقدمه. احنا عندنا عيوب كتير جدا بتظهر في الخلطه الاسفلتيه، قلنا 19 عيب صح مختلفين اللي هم بنعمل بيهم الايفالويشن لما نيجي نعمل صيانه، لكن اهم عيبين بيحكمونا في التصميم واتكلمنا عنهم: الراتنج والفتيج. انا بتوقع من شرحنا للراتنج ان انتوا تكونوا فهمتوا ان لما الاسفلت الخلطه يعني اقصد تبقى طريه، ماشي، هتبقى عرضه للراتنج اكتر، صح ولا لا؟ ولما تبقى ناشفه قوي هتبقى عرضه للفتيج اكتر. اوكي، فاهمين النقطه دي الاول من ايام ما شرحنا الراتنج والفتيج ولا لا؟ تاني كده يا دكتور الحته دي. كل ما الخلطه تبقى طريه، يعني ايه طريه؟ يعني يا اما الاسفلت اللي فيها طري سوفتر بايندر، ماشي، يا اما نسبه الاسفلت هو مش طري ولا حاجه بس نسبه الاسفلت فيها كتير. اوكي، يبقى الخلطه كده ايه؟ طريه. تمام، فالخلطه دي اما تبقى طريه والاسفلت طريه يعني فيها اسفلت كتير، ماشي، او الاسفلت اللي فيها سوفت، كل ما تتعرض لدرجات حراره اعلى ومعدل تحميل بطيء، لان احنا قلنا الراتنج بيتاثر بمعدل التحميل، وعشان كده بنشوفه دايما وبقى واضح جدا والعيب شديد في مناطق التهدئه، صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده لما كنا بنشرح الراتنج؟ ايوه مظبوط. طيب يعني انا بتوقع بقى كل ما تكون طريه اكتر بتاثر بدرجات الحراره اعلى، ماشي، فيحصل راتنج اكتر. كل ما تكون ناشفه، ما احنا لما واحنا كنا بنشرح الفتيج قلنا ايه؟ انه البلاطه بتحاول تبند لما يحصل عليها تحميل، البلاطه نقصد بيها الطبقه الاسفلتيه يعني. انت بتحمل عليها من فوق فبتحاول تلف تتقوس،
عشان هي متماسكة وناشفة ما بتنفعش تتقوس، فبتبتدي إيه؟ تتشقق أو يحصل فيها فتيج. فكل ما تكون الخلطة طرية يحصل فيها راتنج، كل ما تكون ناشفة يحصل فيها فتيج. أنا عايز الديزاين بتاعي يكون متوازن بين الاتنين، تمام؟ فالنقطة دي بتحكمنا في كذا حاجة، بتحكمني في إن أنا الجو بتاعي في مصر بيناسب له أسفلت معين اللي هو البنتريشن 60-70، تمام؟ لو رحنا مكان تاني على فكرة ما هنلاقيهم بيستخدموا أسفلت تاني على حسب درجات الحرارة عندهم. فعشان كده لازم نبقى عارفين كويس قوي، طالما إحنا درسنا مقرر الطرق دون، إن الأسفلت مادة بتتأثر جدا بدرجات الحرارة، أول حاجة بتتأثر بيها هي درجات الحرارة. طيب ماشي، الكلام ده كلام جميل بس عام قوي، أنا عايز أشوف الكلام ده في صورة رسومات أنا أفهمها كمهندس. لو جينا نرسم العلاقة بين الاستيفنس على المحور الرأسي وبين درجات الحرارة على المحور الأفقي، هنلاقي العلاقة بالنسبة للأسفلت، يعني هنلاقي العلاقة بالشكل ده. العلاقة ليه بالشكل ده؟ طبعا درجات الحرارة نبدأ من أول سالب 30 درجة مئوية، وبعدين 25 درجة مئوية موجب، 60 درجة مئوية موجب، 135 درجة مئوية بالموجب. في حالة درجات الحرارة القليلة الأسفلت بيوصل لأنه يبقى إلاستيك سوليد، هو سوليد ماشي في درجات الحرارة القليلة قوي، لكن لما بنسخنه بيسيح. ماشي، بنسخنه لحد درجات إيه؟ 60 و135، دي درجات الحرارة في اختبار الفيسكوستي. اختبار الفيسكوستي ده انتوا خدتوه في المدرسة زمان لما كنتوا بتاخدوا فيزياء، في حاجة اسمها الكايناتيك فيسكوستي وفي حاجة اسمها الابسوليوت فيسكوستي. الاتنين دول بيتعملوا عند 60 درجة مئوية و135 درجة مئوية في تيوب كده، انبوبة على شكل حرف يو، والاسفلت في فاكيوم بيشفطه ويبتدي يطلع، ومعدل الصعود بتاعه بيقيس لنا الفيسكوستي. برضو مش مهم قوي عندي التجربة، لأن التجربة سهلة، ولو في يوم من الأيام اشتغلت أنت في معمل طرق هتبقى تعرف تعملها بسهولة، ما هياش مشكلة. بس نقصد إنه أهو في درجات الحرارة العالية بيتحول لسائل. ماشي، يعني أنا بتوقع إن لما أكون هو في الخلطة وفي درجات حرارة عالية، طبعا درجات الحرارة في الجو عمرها ما هتوصل ل 60 و135، بس برضو لازم نأكد عليكم إن لما تكون درجة حرارة الجو في الصيف توصل ل 42 و45 درجة مئوية في الجو في الهواء، الأسفلت درجات الحرارة في الطبقات العليا منه بتوصل ل 70 درجة مئوية، 60 و70 درجة مئوية، تمام؟ عشان كده إن شاء الله لما ناخد اختبار مارشال للخلطة هنلاقينا بنعمله عند 60 درجة مئوية. طيب برضو أنا عايزة أعرف قصة العلاقة بين الـ مش الـ مش الـ مش الاستيفنس بقى، الفيسكوستي وبين درجة الحرارة. لما نرسم العلاقة ما بين الفيسكوستي على المحور الرأسي والحرارة على المحور الأفقي، بس العلاقة دي ما هيش علاقة خطية، احنا عايزين علاقة خطية، فهنرسم العلاقة بين لوج لوج الفيسكوستي، لوج مرتين، اخد اللوغاريتم مرتين، ولوج التمبريتشر على المحور الأفقي، هيطلع لنا علاقة خطية بالشكل ده. نلاقي الفيسكوستي بتقل كل ما التمبريتشر يزيد. ماشي، طيب انا لما اكون عايز اشتغل على الاسفلت بتاعي، لو هو طري زياده عن اللازم، ده اللي كنت لسه عماله اشرحه، لو هو طري زياده عن اللازم هيبقى تو سوفت، فالخلطه تبقى تو سوفت فيحصل فيها راتنج. لو هو ناشف زياده عن اللازم هيبقى تو بريتل، بيتكسر على طول، فالخلطه تبقى عرضه للثيرمال كراكينج وللفتيج كراكينج. فانا ببقى عايز رينج معين من الفيسكوستي. ماشي، عشان كده بختار الاسفلت اللي انا هشتغل بيه بناء على الجو اللي هو هيشتغل فيه. فزي ما قلت لكم كده، احنا عندنا في مصر بنشتغل بالاسفلت 60-70. طيب لما درجة الحرارة تقل جدا، ابقى انا عايز اسفلت اطرى ولا انشف؟ انا بسالكم وانا هقول لكم على فكره، بس انا بسالكم عشان نفكر مع بعض. يعني لما نروح في بلاد بارده خلاص، تفتكروا واحنا الاسفلت بتاعنا من نوع معين، مش لازم ارقام، يعني انا مش عايزه منكم ارقام، تمام؟ بس لما نروح في بلاد بارده خلاص، هنستخدم اسفلت اطرى ولا نستخدم اسفلت انشف من اللي عندنا؟ اطرى. برافو، ماشي، برافو برافو، كلامك صح، تمام. انا عايز اوصل لمستوى معين، بصوا كده اللي انتوا شايفينه، انا عندي كده العلاقه اللي كنا رسمينها حالا،
احنا عندنا كل ما الخط بتاعنا ده يبعد في اتجاه اليمين يبقى احنا بنتكلم على اسفلت ايه؟ انشف. ماشي. الحاجه المهمه اللي عايزين نعرفها اللي زميلنا سالناه قاله لنا حالا: soft asphalt is used in cold climates و hard asphalt is used in cold and hot climates. يعني لو قلنا ان انت سالناكوا حالا قلنا لو رحنا مكان او دوله او بلد تاني غير مصر درجات الحراره فيه اقل فاحنا هنحتاج اسفلت قطر. ماشي. لو رحنا مكان حر اكتر من مصر فاحنا هنحتاج اسفلت more hard than او harder than اللي بنستخدمه عندنا في مصر. ماشي. دكتور، اتفضل. هو كده كل ما الحرارة تزيد كل ما الفيسكوستي بتقل ولا العكس؟ لا، انا عارفه المفهوم المخلوط دوت. الناس بتفتكر الفيسكوستي هي الايه، الطراوه. بالعكس، الفيسكوستي معناها مقاوم ان الماده تبقى ناشفه اكتر. ماشي. يعني مثلا الزيت مور فيسكس ولا الميه؟ ازاي؟ العسل مور فيسكس ولا الزيت؟ العسل. طيب العسل، في حد فاتح الميكروفون وانا بسمعني تاني. العسل لما تيجي تبص له هو اصعب في التحريك من الميه ولا لا؟ أصعب. طب الاسفلت مور فيسكس ولا العسل؟ الأسفلت. طب يبقى الفيسكوستي معناها الدنيا بتطرى ولا الدنيا بتنشف اكتر وبتقاوم الحركة؟ بتقاوم. طيب يبقى كده احنا فاهمين يعني انه المور فيسكس يعني في مقاومة للحركة اكتر. المفروض. طيب طب السلايد اللي قبل اللي قبل دي ايوه، انهي واحدة اقول لي؟ اللي هي فيها الكورة دي الإلاستيك سوليد والحاجات دي، اهي أيوة دي. كل ما استفز. السلايد دي بتقول ايه بقى؟ الاستفنس اللي هي ريسبونس تو لود. كل ما درجة الحرارة تزيد الاستجابة انا قلت بتقاوم الحركة، ما قلتش بتقاوم الحمل. انا قلت ايه؟ بتقاوم الحركة، ما قلتش بتقاوم الحمل. ده بالعكس، المواد الفيسكس اصلا مقاومة الحمل معناها ان ما يحصلش ديفورميشن. صح ولا لا يا باشمهندس؟ الايه؟ مقاومة الحمل. تمام. ما معناها ان ما بيحصلش ديفورميشن. صح. كل ما الفيسكوستي هتزيد كل ما خلاص. الحقيقة لا، انت لخبطتني. انا بقول لك مقاومة الحمل معناها ان المادة تبقى مقاومة لان يحصل فيها اي ديفورميشن. تمام. مظبوط. الماتيريال دي بيحصل فيها ديفورميشن، والديفورميشن ده ساعات كمان بيكون بدون حمل بسبب موضوع اللامينر فلو. الدنيا انا عارفه ان موضوع الفيسكوستي شويه كونفيوزنج، بس خلينا نركز في السلايد دي كده. مثلا على سبيل المثال موضوع الريت اوف لودنج، معدل التحميل اللي هو ايه؟ لو انت طبقت الحمل بسرعه ولو انت طبقت نفس الحمل ببطء. وانا هضرب لك المثل، احنا هنا حاطين لك مثال بوتقه وفيها اسفلت، والاسفلت ده بدرجه حراره الغرفه فهيبقى كانه الاستيك سوليد، وانا هاثر عليه بالمطرقه اللي احنا شايفينها دي، بس هضرب الحمل بسرعه واشيل ايدي وهاثر عليه بصباعي اللي هو يعتبر ضعيف جدا، بس هضغط بالراحه خالص. ماشي. بالراحه خالص. اوكي. تفتكر مين هيسيب ديفورميشن اكتر؟ بلاش، هضرب لك المثال بطريقه اسهل. واضح ان السؤال كده كونفيوزنج. وانتوا صغيرين كنتوا بتلعبوا في العجين ابدا؟ يعني مامتكم لما كانوا بيخبزوا في البيت، في حد كان مامته بتخبز في البيت؟ انا مامتي كانت بتخبز في البيت. أنا كنت بلعب في العجينة ده. طيب كلنا كنا بنلعب في العجين واحنا صغيرين. لما مامتك وانت صغير واحنا صغيرين شويه وكنا بنقعد نلهيهم ونشغلهم وهما بيكونوا يعني عايزين ينجزوا التاسك اللي هما عايزين يعملوها، انهم يعملوا العيش. اوكي كده.
فكانوا عشان يخلصوا مننا بيروحوا جايين مدينا حته عجينه كده احنا نقعد نلعب بيها، صح؟ مظبوط. طيب لو انت في حته عجينه في ايدك خلاص، والعجينه طبعا دي بتبقى ما هيش طريه جدا ولا هي ناشفه جدا، فانت تقدر تشكلها، اوكي؟ لو العجينه دي وانت ماسكها في ايدك كده وقاعد بتلعب بيها، لو انت جيت ضغطت عليها، خلينا نتخيل ان انا العجينه كانها كوره في ايدي، ماشي؟ وانا بضغط عليها بصباع الابهام، تمام؟ هضغط عليها بسرعه واشيل ايدي، وهي هي نفس العجينه دي، اشوف مقدار الديفورميشن قد ايه، وهي هي نفس العجينه دي هضغط عليها بصباعي ده الابهام برضو، واروح جاي ضاغط بالراحه خالص وبعدين اشيل ايدي. انت تتصور مقدار الديفورميشن في انهي حاله من الاثنين هيكون اكتر؟ المرة الثانية دكتور، ايه المرة الثانية بالراحة خالص؟ الحقيقة انه لما هنضغط عليها بالراحة خالص، مع ان في النهاية هو نفس صباع الابهام، هي نفس ايدي خلاص اللي انا بلعب بيها في العجين، اوكي؟ ونفس القوة تماما لنفس الصباع، يعني هستخدم نفس الصباع، لكن الديفورميشن هيكون اكتر في الحالة التانية اللي هي معدل تطبيق الحمل فيها ايه؟ ابطأ، ماشي؟ الموضوع ده فالد جدا مش بس في العجين اللي كنا بنلعب فيه واحنا صغيرين، الموضوع ده فالد جدا في موضوع الاسفلت. وعشان كده زي ما قلت لكم احنا بنشوف الراتنج اكتر مكان في معدل التحميل البطيء. المكان اللي فيه معدل التحميل بطيء، بتبقى واضحه جدا جدا عندنا في مصر، جدا في المطبات، واضحه في المنحنيات اللي الناس بتهدي فيها. ولازم يكون عشان يحصل راتنج، الراتنج بيحصل بس مش بسبب العربيات الصغيره الملاكي والعربيه لربع نقل وكلام من ده، عربيات النقل التقيل اللي هي فيها احمال كتير، يعني عندي حمل تقيل وعندي في نفس الوقت معدل تطبيق حمل بطيء، تمام؟ والراتنج لما بيحصل حقيقه بيحصل في الثلاث طبقات على فكره، مش بيحصل في طبقه الاسفلت لوحده. لكن لما نيجي نقسم الراتنج، لو انا قلت مثلا انا عندي الرات ديبث اللي انا قشته على الاسفلت ده قيمته كذا، لما نيجي نقسمه لراتنج ناتج من الطبقه الاسفلتيه وراتنج ناتج من طبقه الاساس وراتنج ناتج من طبقه السب جريد، هنلاقيهم بالترتيب كده اعلى معدل راتنج هو في الطبقه الاسفلتيه، يعني او اعلى نسبه، اعلى كل واحد فيهم ليه بورشن. يعني لو فرضنا ان عمق الرد ده مقداره 1 سنتي او 2 سنتي، الاسفلت ليه بورشن اعلى من ال 2 سنتي دول، خلاص. تاني حاجه السب جريد، لان السب جريد بتبقى ضعيفه في اماكن كتير، فممكن يحصل فيها هبوط في مسار العجل اكتر من الاساس. الاساس ده احنا اللي مختارينه وبنختاره من الحجر الجيري اللي هو يعتبر اقوى في التحمل من طبقه السب جريد الضعيفه دي، فمقدار الهبوط اللي بيحصل في البيز اقل حاجه خالص، ماشي؟ طب الخلطه بقى اتفضل. وانا ممكن اعمل في الجزء اللي بيحصل فيه راتنج احط ريجيد بيز، ريجيد بيجمنت؟ هو بيعملوا كده فعلا. لو انت لاحظت اصلا الاماكن الاكمنه، اكمنه البوليس بالذات، اكمنه البوليس الثابته اللي هو مكامين ما بيغيرش مكانه، الاماكن دي طبعا الناس بتهدي عليها عشان التفتيش وعشان الاطلاع على البيانات وات ايفر، الرخص وات ايفر. هتلاحظ ان الاماكن دي بالتحديد لما بدا يتكرر فيها موضوع الراتنج ده، فالاماكن دي بتتعمل فعلا خرسانه، ماشي؟ بس مثلا لو انا عندي منحنى والناس بتهدي عليه، هل انا هعمله كله ريجيد بيفمنت؟ فده عيب. فده عيب هو لازم بيحصل في الاسفلت، واحنا لازم نبتدي نحاول ان احنا واحنا بنصمم الخلطه نقلل منه قدر الامكان، ماشي؟ هو كمان في حاجه انتوا لازم تفهموها، هو ايه العيب ده عندنا في مصر؟ هو العيب الحاكم في التصميم، هو والفاتيك كراكنج طبعا، ماشي؟ الثيرمال كراكنج مش حاكم، بس ده يعني اكتر حاجه بتحصل عندنا في مصر، ماشي؟ احكمها ازاي؟ بالكواليتي كنترول للاسفلت وللخلط. يعني انا ما اقبلش ابدا، المفروض ان اما نخلص المحاضره اللي احنا بنتكلم فيها ونبتدي في المحاضره اللي بعديها، المحاضره اللي بعديها بتتكلم عن تصميم الخلطه وازاي تعمل انت كواليتي كنترول وانت بتعمل تصميم الخلطه. يعني انت لما يجي لك تصميم خلطه هتاخده من المقاول وتعتمده وتوافق عليه بناء على ايه؟ فانا لو عملت كواليتي كنترول اثناء قبل ما اشتغل
واحط مواصفات الخلطه كويس وراجع التصميم بتاعها وعملت كواليتي اشورنس اثناء ما الاسفلت بيجي لي من الخلاطه، ابتديت اخد عينات وابعتها للمعمل قبل الدمك، وعينات تانية بعد الدمك بناخد اكوار وبناخد بلاطات عشان نقدر نعمل كواليتي اشورنس على الاسفلت اللي احنا دمكناه، بنقلل من العيب دوت ماشي. لكن الاماكن اللي انا متاكد ان هيكون فيها ده تهدئه ماشي بيعملوا كده فعلا. بحاول تلاحظ كده اماكن الاكمنه، طبعا مش كل اماكن الاكمنه كده، لكن الـ في اماكن اكمنه بيعملوها فعلا من الخرسانه زي البوابات كده بتاعت الكارتة بتاعت الطرق الجديده. بالظبط برافو عليك. البوابات اللي هي اللي بياخدوا عندها الرسوم بتاعت الطرق. ايوه مظبوط، لان كل الاماكن دي طبعا العربيه هتهدي عندها شبه هتقف تقريبا خلاص. طيب الحاجه الثانيه، احنا قلنا الاسفلت ماده فيسكس، لو جربنا نحط الاسفلت في المعمل في بوتقه ونحطه الاول نجرب في درجه حراره 25 درجه مئويه ونحط البوتقه نايمه على جنبها زي ما في الصوره اللي باين قدامكم كده، وسيبنا البوتقه لمده ساعه في 25 درجه مئويه، هنلاقي بعد ساعة بصوا شوية اللي نازلين من البوتاقة كده، لو سبناها 10 ساعات هنلاقي الأسفلت كله نزل على ترابيزة المعمل. ده بسبب اللامينر فلو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي الطبقات اللي بتزحلق فوق بعضها ماشي. لو عملنا الكلام ده في درجة حرارة 60 اللي بيحصل في درجة حرارة 25 في 10 ساعات ممكن يحصل في درجة حرارة 60 في ساعة واحدة بس ماشي. الايجينج بقى بيهيفير تاني، ايجينج يعني تقادم او تقدم في العمر، وده برضو بيحصل للاسفلت كده كده يعني مفيش طريقه ان انا اقدر اتجنب الايجينج. الايجينج بيحصل باسباب ليها علاقه بتعرض الاسفلت للعوامل الجويه، فطول ما الاسفلت انا فرشت الخلطه خلاص على الطريق، والطريق ده موجود بقى في الجو اللي هو ايه، شتاء ومية ورياح وهواء وشمس، وشمس تطلع بالنهار وتغرب بالليل، ودرجات حرارة الصبح ودرجات حرارة بالليل وأكسدة وتطاير. فأسباب الايجينج أول حاجة موضوع الأكسدة الأكسيديشن، أول سبب من أسباب التقدم في العمر. تاني حاجة البولاتاليزيشن، يعني إيه بولاتاليزيشن؟ اللي هو التطاير. وأنا بشرح لكم الأسفلت قلنا لكم الأسفلت بيبقى مكون من الريزيديو اللي بيتبقى في مصانع التكرير، معامل تكرير البترول، وبيتاخد في مصانع الاسفلت يتحط عليه ريزاينز اللي هي الراتنجات واويلز زيوت ماشي. الزيت بيتطاير مش بنفس درجه تطاير السبيرتو مثلا، بس انا بسيب الاسفلت ده في الجو فتره طويله جدا، فالزيوت دي بتتطاير. الزيوت هي اللي بتسبب طراوه الاسفلت، بتتطاير وبعد شويه تبتدي يبقى الاسفلت ناشف ماشي. فحتى الشروخ اللي بتحصل في الاسفلت نتيجه برضو الاحماض ما بتظهرش في بدايه عمر الراس على فكره، يعني انا لما بحط الاسفلت ما بيشرخش على طول، الاسفلت بيقعد فتره لحد ما يشرخ لانه لسببين. اولا الشرخ الفاتيك كراكنج محتاج تكرار الاحمال، مش احنا شفنا الميكانيزم بتاع الفاتيك كراكنج، محتاج تكرار الاحمال عشان يبدا يظهر الهوريزونتال تنسايل سترين وبعدين يبدا يشرخ، فهو مش هيشرخ من الاول لان في الاول عدد مرات التكرار بيكون قليل. ثانيا هو مع الوقت بينشف، لما تتطاير الزيوت منه بينشف، فعشان كده بيبقى عرضه اكتر للفاتيك كراكنج في العمر المتقدم للرصف مش في البدايه. اخر حاجه اللي هي الفيزيكال هاردنينج، اللي هو ايه، انه ينشف لاسباب فيزيائيه اللي هي تكوين كريستالات في الماتيريال بتاعه الاسفلت. انواع الايجينج بيهيفير نوعين، نوع شورت تيرم ونوع لونج تيرم. الشورت تيرم بنقصد بيه الايجينج بتاع البايندر نفسه اثناء فتره التخزين ماشي. مش احنا لما بنشتري الاسفلت المحطات، يعني محطه الخلط هي اللي بتشتري الاسفلت، بتبتدي تحط الاسفلت ده في
في سايلوز لحد ما تستخدمه. فأثناء فترة النقل والتخزين بيحصل حاجة اسمها short term aging، وأثناء فترة إنه ده كله لحد التشغيل، يعني من وقت ما يشتروه ويخزنوه لحد ما يوصل لإنه يبقى خلطة أسفلتية ويجي لنا في الموقع عشان نشتغل بيه، ده اسمه short term aging. النوع الثاني اسمه long term aging، وهو في الفترة اللي هي السنين الأولى من عمر الرصف، اللي هي 7 سنين الأولانيين من عمر الرصف. الحقيقة في تجارب في المعمل بتحاكي بتسيموليت الشورت تيرم ايجينج واللونج تيرم ايجينج. في جهاز اسمه الار تي اف او، هو فرن يعني ما تتخضوش من الكلمة ار تي اف او، اللي هو روتيتنج ثين فيلم اوفن، اوفن اللي هو فرن يعني. بيحاكي شورت تيرم ايجينج. احنا بنحاول لما نيجي نختبر الاسفلت في المعمل نحاكي خواصه في الطبيعة، فال RTFO بيحاكي ال short term aging، والباف اللي هي معدة بتحاكي long term aging، بنعمل ده ونحصل على أسفلت في المعمل يشبه في سلوكه الأسفلت اللي حصل له تقدم في العمر على العمر على المدى القصير والمدى الطويل، ونعمل عليه التجارب في المعمل عشان نشوف هو هيبيهيف ازاي في الاسفلت. ماشي. برضو التجارب دي كلها الار تي اف او والبيف والتجارب اللي بتتعمل عليه بعد ما يتعمل له الايجنج مش هشرحها لكم لان ما فيش وقت في المقرر بتاعكم. وكده المحاضره دي تبقى خلصت، وهندخل بقى على ايه، على تصميم الخلطه. انتوا كنتوا معايا لحد اخر سلايد ولا في حاجه ضاعت منكم؟ لا كده تمام يا دكتور. اوكي. هو بس اخر حاجه بس عشان ما بقاش متلخبط، هو لما درجه الحراره بتقل الفيسكوستي بتبقى عاليه، صح كده؟ لو في بلد كولد وكده بنحتاج ان احنا نجيب خلطه اطرى شويه، والعكس صحيح. بالظبط، لما يكون جو ابرد بنحتاج ان احنا نجيب. بصوا، هي الخلطه بتتحدد بالاسفلت، بنوع الاسفلت. الاسفلت يا شباب مش احنا قلنا ان هو ريزيديو وراتنجات واويلز، وهم بيصنعوه في المصنع نسبه الاويلز اللي بيحطوها بيتحكموا فيها بحيث ان هي يبقى يعني اطرى او انشف. ماشي، تمام. النقطه دي واضحه بالنسبه لكم؟ فمثلا احنا بنستخدم اسفلت 60 70، دولة زي السعودية أعتقد بيستخدموا أسفلت 40-50، البنتريشن أقل، الأسفلت أنشف لأن درجة الحرارة هناك إيه؟ أعلى. علي. ماشي؟ تمام. طيب أنا بقى كمهندس إن شاء الله لما يجي بشتغل في موقع وأنا ماسك الموقع ده أو أنا استشاري الموقع وعايز ان انا هتجيلي خلطه اشتغل بيها، تمام؟ ازاي اعمل حاجتين، كواليتي كنترول وبعدين كواليتي اشورنس على الخلطه دي. اول حاجه هعمل كواليتي كنترول بان انا هطلب من المقاول رسمي حاجه اسمها الجوب ميكس فورمولا، جي ام اف اللي موجوده دي اسمها جوب ميكس فورمولا، تمام؟ الجوب ميكس فورمولا دي بتتضمن كذا حاجه، حاجات منها خدناها قبل كده اللي هي ايه، خواص الماتيريال كاركترايزيشن بتاع الاجريجيت وبتاع الاسفلت، يعني الاسفلت اتعملت عليه تجربه البنتريشن يقول لي البنتريشن كام بالظبط، ولازم الرقم يطلع لي ما بين 60 و70، ولو كان اقل من 60 او اعلى من 70 برفض الجوب ميكس فورمولا وارجعها للمقاول تاني، تمام؟ يبقى اول حاجه هبص عليها البنتريشن بتاع الاسفلت، خواص الاسفلت يعني البنتريشن، وحاجات تانية بس اهمها البنتريشن، الخواص بتاعه الاجريجيت، تمام؟ وبعدين بعد كده هبص على حاجه اسمها البليندنج، هنشوفه دلوقتي. الاجريجيت ده بيبقى موجود في الخلاطه في صوره ستوك بايلز، كوم كده، كوم مثلا سن واحد وكوم سن اتنين، ماشي، وكوم رمل، والبودره ما بتتحطش في كوام لان البودره بتبقى حاجه صغيره خالص. خلاص، طيب اما يجوا في الموقع هيحطوا من انهي كوم في دول؟ ماشي، هو احنا خدنا مناخل، والمناخل دي اول قال لي من اول منخل 19 ملي وكلام من ده، بس هم ما بيفصلوش كل منخل لوحده، هو عنده كذا كوم كده، وبعدين عنده بنز
بنز اللي هي صناديق يعني جنب بعض، في 4 أو 5 صناديق جنب بعض، وكل صندوق من دول هيتحط فيه نوع من الركام دول، وانا وكل بن كل صندوق عليه ميزان، يعني بنوزن فيه نسبة اللي احنا هناخده من الكوم الفلاني. طيب الكوم دوت احنا لما بنيجي في البداية خالص، لما بيجي الخلاطة تشتغل بيروحوا جايين واخدين كل كوم من الاكوام اللي عندهم دي، عاملين له تدرج لوحده. تمام؟ تدرج لوحده يعني سن 1 مثلا معمول له تدرج، سن 2 معمول له تدرج، ماشي. واحنا كنا شرحنا قبل كده يعني ايه سن 1 وسن 2، صح؟ ايوه يا دكتور، اللي هو أيوة 1 سنتي اكبر حجم فيها 1 سنتي. برافو عليكم. طيب يبقى عندنا سن 1 وسن 2 ورمل والبودر، خلاص. اما يكون عندنا سن 1 اتعمل له تدرج وسن 2 اتعمل له تدرج، هل كل الكسرات هتطلع سن 1 زي بعض في التدرج؟ لا طبعا. برافو عليك. وسن 2 نفس القصة، الرمل بنجيبه من أماكن ومصادر مختلفة، وبالتالي بالتأكيد الرمل كمان حتى رغم أنه طبيعي لكن مش بالضرورة يكون التدرج زي بعضه خالص من المصادر المختلفة. تمام؟ طب يبقى احنا هنظبط، احنا عندنا حدود للمواصفات في الاجريجيت اللي هيدخل في الخلطة. هنحكم القصة دي ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها بليندنج. يعني ايه بليندنج؟ عندنا زي ما قلنا كده كذا ستوك بايل، وانا هاخد من كل واحد فيهم، فعايزين نعرف النسبة اللي هناخدها من كل واحد هتبقى عاملة ازاي. بما ان عملنا اختبار التدرج على كل واحد فيهم، فانا هروح جاي ناسبهم، هخلطهم سوري بنسب كل اللي مطلوب مني انا اعرف. طبعا لو انت استشاري انت بتجيلك الخلطه جاهزه ويجيلك نسب الخلط، لو انت المهندس اللي موجود في الخلطه دي فانت لازم تعرف نسب البليندنج عشان تطلع المواصفات اللي الاستشاري طالبها. تمام؟ فيبقى عندنا حدود التدرج بتاعتنا خلاص، وانا عايز اخلط الستوك بايلز دي بنسب واطلع النسب كام، ماشي، عشان اطلع اول حاجه الديزايربل جريديشن اللي هو داخل حدود المواصفات للطبقه اللي عندنا. وطبعا برضو تاني نقول تاني ونفكركم، لو الطبقة رابطة هتبقى حدود المواصفات حاجة، ولو الطبقة سطحية هتبقى حدود المواصفات حاجة تانية. حد فاكر ليه؟ مش فاكرين ليه بصراحة ده. ما انتوش فاكرين لما هو الطبقة السطحية المفروض بيبقى تدرجها أفضل حاجة، بعد كده بيقل. نعمة تبقى نعمة، والطبقة الرابطة بتبقى أخف. وأنا معترضة، أبصوا أنا موافقة على نعمة بس أنا معترضة على كلمة أفضل حاجة، هي بتدي شكل السطح أحسن، ماشي، وبنسميها ويرينج سيرفيس خلاص. بس هي فيها مشكلة، إيه هي؟ هي أنعم فبتحتاج محتوى أسفلت إيه؟ أعلى كتير، صح؟ أي تمام. فهي ما كده عشان كده بتكون أغلى، وعشان كده بتكون أغلى. وحاجة ثالثة كمان مهمة، هو دلوقتي من اللي احنا فهمنا مع بعض لما فهمنا سلوك الاسفلت، ما هي كل، طب انا طالما هي افضل حاجه طب انا اعمل رابطه ليه؟ ما نعمل كله، ماشي، بغض النظر عن موضوع الفلوس هنتكلم فيه. بس هي فيها عيب تاني غير ان هي اغلى، ان انا طالما زودت محتوى الاسفلت اكتر فبقيت عرضه للراتنج. بعد ما شرحنا سلوك الاسفلت النهارده بقيت عرضه للراتنج ايه؟ أكتر. ماشي، فهي انا ماشي، بس هي مش بالضروره افضل خلاص، لان قدرتها على تحمل الاحمال في حاله درجات الحراره العاليه هتبقى في عندنا بيرمننت ديفورميشن او راتنج اعلى. تمام؟ فانا بعمل رابطه وبعمل سطحيه، دي انعم من دي، يعني السطحيه انعم من الرابطه طبعا، وبالتالي دي لها حدود في التدرج، حدود مواصفات في التدرج غير دي. تمام؟ فيبقى انا عايز لو انا بعمل البليندنج بتاعي، طبعا المحطه عشان تبقوا عارفين المحطه بتتظبط على 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 اللي انت عايزه. يعني انا دلوقتي كل مشروع محطه الخلط، انا قلت لكم ان انا وانا بتكلم على تصميم الخلطه هكلمكم عن محطات الخلط. محطه الخلط بتبقى بتتظبط على الموقع اللي هتشتغل فيه، يعني انت شغال في موقع وحد تاني شغال في موقع تاني، وانت نفسك في موقعك شغال النهارده رابطه شغال بكره سطحيه، فهي بيظبطوها، هي بتشتغل بالكمبيوتر وبيظبطوها على التدرجات اللي انت عايزها او على الخلطه اللي انت عايزها. كمان تصميم الخلطه بيختلف من مكان لمكان، في ناس بتطلع قيمه الاوبتيم اسفلت كونتنت اللي احنا نتعلم نطلعه النهارده يعني ب 4.5،
في واحد بيطلعه ب 4.75 من 100 على حسب خواص الركام اللي عنده ماشي. القيم ماشي بتتغير من موقع لموقع، عشان كده هي بتشتغل المحطات اللي عندنا في مصر محطات اسمها الباتش بلانز. كلمة باتش يعني باتشة، يعني ايه؟ يعني الكمية اللي بتطلع. يعني انت دلوقتي لما بتبعت العربية تجيب لك الاسفلت من الخلاطة، بيخلطوا باتشة وتروح جاي العربية واقفة تحت الخلاطة، يروح جايين مفضيين الباتشة دي في قلب الايه العربية اللي بعدها. لو انت عايزها زيها بالظبط، ها الناس اللي بتتكلم، لو انت عايزها زيها بالظبط وانت في الخلاطة، انت مهندس الخلاطة، هتكمل بالكمبيوتر بنفس الخلطة دي. طب لو انا هشتغل لموقع تاني هغير الباتشة اللي بعدها ماشي. حد فاهم انا بقول ايه؟ محطات عندنا محطات اسمها باتش بلانس، يعني محطات انتاج متقطع، مش بالضرورة كل اللي بيطلع منها يكون ليه نفس الخواص. في محطات تانية برة بيشتغلوا طول 24 ساعة اسمهم كونتينيوس بلانت، ما هيش باتش بلانت. اوكي طيب. يبقى انا بعمل دكتور ما 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 يعني طول الخلطة هي اللي طالعه في الاول زي اللي طالعه في الاخر وكده، ما بيغيرش خالص؟ لا بيغير طبعا، بس ايه، يفضل شغال على مشروع معين فتره بقى ويشتغل طول ال 24 ساعه. يعني الخلاطه ما تشتغلش وتقف وتشتغل وتقف. انت الباتش بلانس اللي احنا بنشغلها في مصر بنشغلها ونوقفها لما نكون عايزين شغل، بنشغلها ونرجع نعيد ضبطها ونوقفها وما فيش مشكله خالص ماشي. بره في اعاده ضبط طبعا الكونتينيوس بلانس، لانه اما تشتغل على مشروع معين بسورسز معينه في مكان معين وبعدين يخلص المشروع ده هتعمل ايه ماشي. بس اقصد انها بتشتغل طول ال 24 ساعه، انتاج مش 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 متقطع زي عندنا ماشي. فهي اسمها كونتينيوس بلانس. مش كل الاماكن فيها كونتينيوس بلانس على فكره برضو. خلاص طيب، يبقى انا غرضي من البلندنج ان انا اجيب الجريديشن اللي هو في حدود المواصفات اللي انا عايزه ماشي. بيبقى عندنا طبعا الماتيريالز اللي عندنا اللي هي لو انا جبتها من مصدر واحد سنجل سورس ما بتبقاش مناسبه. من ضمن الحاجات برضو كمان ان انا بخلط حاجات طبيعيه زي على بروسيسد ماتيريال. لو انتوا فاكرين قلت لكم سن واحد وسن اتنين بيجي من كسرات، لكن الرمل رمل طبيعي. احيانا كان حد فيكم المره اللي فاتت قال لي على سؤال وقلت له بفكرني بيه المره الجايه، حد فاكره عن موضوع الرمل الصناعي، الرمل مش الصناعي، الرمل الناتج التكسير يعني. ايوه دكتور، اللي هو الجزء بتاع احتمال بزود الرمل عشان ازود الاحتمال عشان ازود الاستابيليتي ماشي. والجزء أيوة. النهارده هنعرف مع بعض يعني ايه استابيليتي، وهكلمكم عن موضوع الرمل التكسير ماشي. طيب ازاي اعمل البلندنج بقى؟ يعني ازاي احدد انا هاخد من كل كم من دول قد ايه من الخلطه اللي هي البلندنج ميثودز؟ في عندنا كذا طريقه كده، طريقه النوميريكال ميثود، وفي ترايل اند ايرور، وفي البيزك فورمولا. انا هعلمكم طريقه الترايل اند ايرور ماشي، لان هي اللي بنستخدمها عموما في الخلاطات عندنا. يبقى عندنا الجريديشنز المختلفه، كل جريديشن منهم نبلوت الجريديشن ده خلاص، وبعدين نحط السبيسيفيكيشن ليميتس، وبعدين نشوف بقى زي ما قلنا كده بالتجربه والخطا نطلع كل منخل من عندنا بالبلندنج بالتجربه والخطا بيطلع قد ايه. فالاول على سبيل المثال لو الخطين اللي باللون الازرق دول بيمثلوا السبيسيفيكيشن ليميت، وعندنا مثلا جريديشن بي اللي باللون الاحمر وجريديشن اي اللي باللون الاخضر، الاثنين بره حدود المواصفات، يبقى انا ما ينفعش استخدم جريديشن اي لوحده وما ينفعش استخدم جريديشن بي لوحده. فهعمل ايه؟ هخلطهم بنسب عشان احاول ادخل ده داخل حدود المواصفات تمام. هدخل ده اما نيجي نخلط، اما نيجي نبلوت يعني نرسم المنحنى الجريديشن بتاع الخليط من A و B، انت بتتوقع ان هو يبقى فين؟ يعني يجي فين بالظبط الأماكن لما نخلطهم؟ لما نخلطهم يجي فين الخليط؟ ما بينهم، يعني ما بينهم في النص، عشان واحد صغير والتاني كبير. برافو عليك. أي مكان بينهم في النص خلاص، أي مكان بينهم في النص أوكي كده. أنا ببقى عايز أظبطهم، عشان كده بشتغل بترايل أند إيرور بحيث إن هم ما يبقوش في النص بس،
يبقوا بين خطين الزرق دول اللي هم حدود المواصفات. ماشي. فاول حاجه لازم نبقى عارفين ان كل البوسيبل كومبينيشنز اللي احنا هنعملها بترايل اند ايرور تكون هتكون بتوين A و B. تمام. طيب لو انا عندي A و B طالعين كده ماشي، واحنا متفقين ان كل البوسيبل كومبينيشن هتبقى فين ما بين A و B، انا مهما تعبت نفسي مع A و B وعملت بالتجربه والخطا، هل انا ممكن اطلع اي حاجه تطلع فين بين حدود المواصفات؟ لا صح، مش شرط مش هتخش جوه حدود المواصفات. حدود المواصفات باللون الازرق بعيد خالص عن الاثنين، يبقى انا هنا في الحاله دي ما ينفعش اشتغل على A و B بس، لازم اجيب واحد تاني تدرج تاني يكون اكشن ماشي، ونروح جايين عاملين ايه، نقول سي مثلا يكون على يمين حدود المواصفات، ونشتغل A و B و C مع بعض، هو ده اللي ممكن يطلع لي السبيسيفيكيشن ليمت. لكن الاثنين دول كده مع بعض استحالة يطلعوا حاجة داخل حدود المواصفات. ماشي. الحاجة الثالثة اللي لازم تعرفها، لو انا عندي A و B متقاطعين كده، شايفين نقطة التقاطع؟ ايوه تمام. كل البوسيبل كومبينيشنز اللي احنا هنجيبها بكل النسب لازم تمر بنقطة التقاطع دي. طب ولو النقطة دي بره حدود ال، يبقى برضو ما ينفعش اشتغل على A و B لوحدهم، لازم اجيب معاهم حاجة تالتة. لا، في خطوط منهم داخلين جوه التصنيف زي دي مثلا، بس نقطة التقاطع بره. ما هو كل ده هيبقى بره الحدود، نقطة التقاطع بره، يبقى نقطة التقاطع بره حدود المواصفات، واحنا قلنا كل البوسيبل كومبينيشنز هتبقى فين؟ بره حدود المواصفات. تمام. النقطة التقاطع دي ده منخل من المناخل صح؟ تمام. لو هو بره حدود المواصفات يبقى كده كده هيطلع عندي كل البوسيبل كومبينيشنز فيها مدخل من المناخل بره حدود المواصفات، وانا لازم كل المناخل تكون داخل حدود المواصفات. ماشي. تمام. احنا مش هنعمل الكلام ده بالرسم، انا بوريكم رسومات عشان تفهموا الاول. ماشي. معلش يا دكتور، الجزء ده تاني. ايه؟ معلش الجزء ده تاني، السلايد ديت ولا قبلها يا دكتور؟ طيب تاني، احنا اتفقنا من السلايد اللي فاتت ان انا لما اعمل اي بلند من A و B لازم هيقع ما بين الخطين الاحمر والاخضر دول، صح ولا لا؟ الخطين الزرق بقى؟ لا، الاول الخطين الزرق دي حدود المواصفات اللي انا عايز البلند اللي عندي لازم يقع بينهم. ماشي. ده انا عايز احقق ده. تمام. خلينا في A و B دلوقتي، انها مش لما نيجي نعمل اي خليط ما بين A و B لازم يقع ما بين خط التدرج بتاع A وخط التدرج بتاع B. مظبوط صح. طيب ده غصب عني مش بمزاجي. طب انا مش عايز كده، انا هعمل كده خليط ما بين A و B هيطلع بره حدود المواصفات. طب هو ده الخليط اللي انا عايزه؟ لا تمام صح، لان A و B دوت غير A و B اللي فات. تمام. هو صح. في الواقع لازم هيقع ما بين A و B. ماشي خلاص اوكي، بس في النهاية خليط A و B ده مش هيديني التدرج اللي أنا عايزه داخل حدود المواصفات، يبقى ساعتها لازم أعمل إيه؟ أجيب حاجة تالتة تكون بقى تحت بحيث إن هي أجيب تدرج تالت أخشن بقى هيبقى على يمين حدود المواصفات. ماشي؟ صح. يبقى لون أصفر مثلا، مش لازم، مش مهم اللون يعني، بس لازم حاجة تشدني الخط بتاع التدرج ده لحد ما تجيبه جوه الخطين الزرق دول. فانا كده التدرجين A و B مش كفايه، مش هيحققوا لي خالص باي شكل من الاشكال حدود المواصفات. طب انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان انت كده كده لما تيجي التدرجات اللي عندك انت هترسمها بالشكل ده، تعرف الاول انا بدل ما انا ممكن اقعد اجرب بترايل اند ايرور واجرب الى ما لا نهايه وما اوصلش لحاجه. مش احنا مهندسين اتفقنا ان احنا من زمان بنرشد المجهود اللي احنا بنعمله، فلازم نتاكد من ان المجهود ده ليه جدوى من الاول ولا لا؟ فانا اي كومبينيشن ما بين A و B مهما عملت، قعدت عملت 100 ترايل اند ايرور، مفيش ولا نسبه فيهم هتحقق لي حدود المواصفات، يبقى لازم ادخل تدرج تالت. اوكي فهمنا السلايد دي، ننقل على اللي بعدها. السلايد دي في نقطه تقاطع ما بين التدرجين، كل البوسيبل كومبينيشنز بتاعتنا لازم تمر بنقطه التقاطع. ماشي. طب نقطة التقاطع هنا والحمد لله داخل حدود المواصفات، في منخل من المناخل كده، نقطة التقاطع دي أكيد بتمثل منخل من المناخل، لو نزلت رأسي كده هتجيب لك المنخل اللي هي قدامك. ماشي. زميلنا بيسأل أحد زملائكم، أنا مش حاطة ده على الرسم، أحد زملائكم بيسأل
طب لو نقطة التقاطع دي أصلا خارج حدود المواصفات وكده كده كل النسب بتاعت التدرج اللي أنا ممكن أجيبها بتاعت الخلط يعني هتطلعها بره حدود المواصفات، يبقى ينفع أستخدم إيه وبي لوحده؟ هحتاج أضيف مكون بقى تاني، هحتاج أضيف مكون تالت، تدرج تالت. ماشي؟ طيب طب يا دكتور في السلايد الاولانيه اللي هي بتاعت اي وبي ما كانش في نقطه تقاطع بينهم خالص، واحنا قلنا في احتمال ان لما هنخلط يقع في النص بينهم، وما مش هحتاج ان انا اجيب تالت، وما حصلش نقطه تقاطع خالص. ما ايه يعني مشكله، احنا مش بالضروره يكونوا متقاطعين، انا برسم لك كل البوسيبل تمام اللي ممكن وصلت كده. انا بسأل بس علشان حته ان هم مش بالضروره فعلا ضروره يكونوا متقاطعين خالص على فكره، ده احنا هنا بنرسم لك كل البوسيبل جريديشنز اللي انت ممكن تشوفها بعينك عشان ما تحترش. تماما. ماشي. طب انا بعمل البلندنج ازاي؟ بصوا كده، انا بعمل البلندنج بحيث البلند اللي عندي اللي انا هعمله الجديد، لو انا عندي كذا تدرج ماشي عايز اجيب النسب بتاعه الباسنج بتاعه المناخ كل ما ندخل منه اجيبه ازاي؟ احنا عندنا ثلاث تدرجات مثلا او اربع تدرجات او خمس تدرجات، فهجيب الباسنج من كل منخل بالمعادله اللي قدامي دي. الباسنج من المنخل بيقول لك بيساوي الاي كابيتال في اي سمول زائد بي كابيتال في بي سمول زائد سي كابيتال في سي سمول وهكذا. الباسنج ده البي بتمثل ال 100% باسنج من اي سيف، كل سيف هيطلع عندها بنفس المعادله دي. ماشي؟ ازاي بقى؟ الاي والبي والسي الكابيتال بيقول لك ال 100% passing من الماتيريال في نفس السيف for each aggregate. يعني انا لو عندي aggregate اسمه A وبنحسب مثلا المنخل رقم 19، مش احنا الaggregate A والaggregate B والaggregate C كل واحد فيهم ليه نسبة passing من منخل رقم 19؟ مظبوط، نسبة مئوية صح؟ ايوه تمام. ماشي، فهاخد الباسنج من منخل A والباسنج من سوري من تدرج A والباسنج من تدرج B والباسنج من تدرج C واضربهم في النسب. يعني ايه النسب؟ انا قلت مثلا مبدئيا بترايل اند ايرور انا هحط من التدرج A 30% ومن تدرج B 30% ومن تدرج C 40%. ماشي، 30% يعني كام؟ 3 من 10، فهضرب 3 من 10 في الباسنج من تدرج A و3 من 10 في الباسنج من تدرج B و4 من 10 في الباسنج من تدرج C. اطلع البلند هيطلع لي 100% باسنج منخل 19 كيلو. حد فاهم حاجه؟ طب ناخد أيوة مثال تمام. ناخد مثال الارقام احسن. مش طريقه ان انا يعني بدل ما اقعد اجرب تقرب لي المسافه شويه؟ ما بتجربش كتير على فكره، بالخبره بعد شويه بتلاقي نفسك بتجرب مره او اتنين بكتير. تمام. لانه بص خلينا نبص على الارقام كده، مش احنا مهندسين؟ المفروض يعني المفروض ان شاء الله خلاص انت فاضل لك ترم باذن الله، ربنا يصلح حالك ان شاء الله، ربنا يصلح حالكم. انتوا بعد شويه بتلاقوا عندكم سنس بالارقام، يعني الحس الهندسي دي بتلاقيها موجوده ناحيه الارقام كمان. فخلينا نبص كده، الاجريجيت رقم واحد والاجريجيت رقم اثنين، نبص على الارقام اللي قدامنا. ده الباسنج من كل منخل، ودي واللي على اليمين دي التارجت او حدود المواصفات. ماشي، فمثلا منخل التدرج رقم واحد لما نيجي نبص فيه نلاقي من اول منخل رقم 8 حدود المواصفات 65%، المنخل مدينا 30. ماشي، اللي بعديه حدود المواصفات من 40 ل 80، المنخل مدينا 7 خارج حدود المواصفات اهو. اللي بعديه المنخل رقم 30 التدرج مدينا 3 وحدود المواصفات من 20 ل 65، كده بعيد خالص عن حدود المواصفات اهي. خلينا نبص على اجريجيت رقم 2، نفس القصة بس ايه اعلى. ماشي، يعني منخل رقم 16 مثلا ماشي من 40 ل 80 هو عاطي 88، التاني من 20 ل 65 عاطي 47 مفيش مشكلة، من 7 ل 40 في مناخل هي مظبوطة ما فيهاش مشكلة، بس نبص على المناخل اللي تحت رقم 100 ورقم 200، واحد من 3 ل 20 هو عاطي 24، واحد من 2 ل 10 هو عاطي 10 على الحدود بالظبط. ماشي، انا عايز اخلط الاثنين دول بحيث ان هم يبقوا داخل حدود المواصفات بتاعتي. ماشي، ولو لاحظنا في تدرج خشن وفي تدرج ناعم. ماشي، تمام. التدرج اللي نسبه الباسنج منه كتير هو التدرج الناعم، يعني تدرج اجريجيت رقم 2 هو التدرج الناعم. انا عايز اظبط بيهم بقى حدود المواصفات دي، فهعمل ايه؟
هخلط ما بينهم. ماشي، اخلط ما بينهم بنسب عامله ازاي؟ قلنا بترايل اند ايرور. خلينا نجرب 50% و50%. ال 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 الباسنج ده نقصد بيه التدرج نفسه جايب كام. ماشي، الباتش لما هنحطه في الباتش هنحسبه بنسبه كام في الميه. فاحنا قلنا نشتغل 50% و50%، فهنعمل ايه؟ شايف الميه دي نضربها في نص اللي هو 50% يدينا 50، ال 90 نضربها في نص يدينا 45، وهكذا. ونعمل نفس القصة في التدرج رقم 2. ماشي، ونجمعهم. يعني اللي في الباتشة هنا، شايف اللي في الباتشة هنا، نجمعه اللي في الباتشة هنا، ده 50% وده 50%، وهكذا في كل المناخ لحد ما نجيب البلند هيدينا قد ايه. ونبتدي نقارن ده بحدود المواصفة. نبص كده على الأرقام اللي مكتوبة بالأحمر. ايه رأيكم؟ اول منخل المفروض 100 اهو 100، الثاني من 80 ل 100 95 زي الفل، من 65 ل 100 ده 65، محقق حدود المواصفات بس على ايه؟ على الحرف خالص. ماشي، طيب اللي بعديه من 40 ل 80 محقق 47، 47 قريب اكتر لل 40 صح. تاني اللي بعديه من 20 ل 65 محقق 25، اقرب لمين؟ لل 20. تمام، عشان كده احنا مدونينها بالاحمر. خلاص، 16 ونص سوري، من 7 ل 40 عندنا 16 ونص، اقرب لمين؟ للسبعة. ماشي، طيب كده كده يمشي صح؟ يمشي بس بالعافية. بس بالعافية، برافو عليك. واحنا مهندسين ما بنمشيش حاجة بالعافية، احنا لسه في الكواليتي كنترول، ده احنا لسه عندنا الكواليتي اشورنس. ماشي، الكواليتي اشورنس اننا هنرجع نتاكد تاني ان البلند ده مطابق. تمام، فاحنا يعني مش عايزين نحط للمقاول شروط على الحرف كده، لما حطيناها له على الحرف يبقى سهل اكتر ان هو ايه يغلط فيها صح، وتخرج بره حدود المواصفات. طب خلينا نظبطها له ناحيه النص شويه. احنا اقترحنا نسب خلط 50% و50%، طب ما نجرب نسب تانية. ماشي، دي النسب اللي طلعت لنا من 50%، خلينا نجرب نسب تانية. طب انا عايزه اعرف اجرب ايه. ماشي، نشوف هو اقرب لمين. احنا عندنا تدرج ناعم شايفينه اللي هو اجريجيت رقم 2 خلاص، وعندنا تدرج خشن اللي هو اجريجيت رقم 1. اجرب 70 و30 من مين؟ من الناعم ده 32. برافو، ماشي، فهنجرب 70 و30 خلاص عشان نعدل شويه قصه حدود المواصفات. بصوا الارقام بقى، ال100 من 100، ومن 80 ل100 طلعت 97، من 65 ل100 اهي ظبطت في النص اهي تقريبا ما بين 95% 79، من 40 ل80 طلعت في حدود ال60 يعني او حاجه و60 يعني في النص، من 20 ل65 برضو طلعت قريبه من النص ما بين الاثنين، من 7 ل 40 يبقى النسب 30 و70% ايه احسن صح ولا لا؟ هي دي طريقه الترايل اند ايرور. ماشي، اوكي، معلش دكتور اتفضل. دلوقتي لما اخدت نسب من 30 ل 70، معلش، لما جيت اخدت مثلا يعني اخدت لي 70 ديت ودي 30 دي مثلا، يعني نسب النسب اللي خدتيها. بص كده، بص في السلايد دي، وبص على الارقام اللي احنا عاملينها بالاحمر. ماشي، تمام. الارقام اللي احنا عاملينها بالاحمر قريبه من الحد الادنى ولا الحد الاقصى؟ الحد الادنى. الحد الادنى، يعني معنى كده ان هي ايه؟ اخشن، التدرج اخشن من اللي احنا عايزينه. كل ما يكون الباسنج اقل كل ما يكون التدرج اخشن. ماشي، انا عايزها تبقى في النص. تمام، يعني عايز انعم التدرج شويه، يبقى هزود التدرج الناعم ولا ازود التدرج الخشن؟ ازود التدرج الناعم. انه واحد الناعم يبقى اللي هو الاجريجيت 2 بقى. بس كده، تمام. طب وايه المشكله لو زودت يعني مثلا قربت للناعم قوي، يعني 80 20 مثلا يا دكتور، 90 و10 يعني؟ لا مش فاهمه، يعني مثلا خدت الاجريجيت 2 20 90% و1 10%، طلع لي مثلا في اخر حاجه مثلا 9 من 10 و19 من 20 وكده. طيب ما انا هبقى برضو نفس القصه، بس هبقى بدل ما انا الحد قريب من الحد الادنى هبقى قريب من الحد الاقصى. احنا قلنا احنا عايزين نظبطها في النص صح؟
طب ما هو كده فرصة ان هو يغلط اللي هتبقى لتحت مش لفوق. ما انا مش عايزه لا يغلط للتحت ولا يغلط لفوق، انا عايز اضبط له الدنيا في النص. تمام. واللي هو عنده خلاص. لا لا والله انا طبعا كل اجريجيت من دول ببقى حاسب له لوحده. كل تدرج لما بيروح المعمل بيتعمل له صلاحيه، في حاجه اسمها صلاحيه للاجريجيت اصلا، تقرير صلاحيه. كل اجريجيت من دول بيتعمل له في المعمل التجارب بتاعته كامله، فبيتعمل له مش بس تدرج، بيتعمل بقى التجارب اللي احنا اتكلمنا عنها كمان المره اللي فاتت، وكمان بيتعمل حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي، ان هم يشوفوا السبيسيفيك جرافيتي بتاعته كام. انتوا عارفين يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي ولا لا؟ الوزن خطوه في النوعي سويل، خطوه في سويل صح؟ طيب بيتعمل لكل اجريجيت لوحده السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، ماشي؟ طيب انا دلوقتي عملت بلند، وانا عايز اعرف السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلند، عشان كمان شويه لما نتعلم الفوليومتريكس، ماشي؟ فانا هبقى عايز اعرف السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاجريجيت اللي عندي اللي هو بقى البلند يعني، ماشي؟ عشان احط التدرج، احسب الفوليومتريكس. فهحسبها ازاي؟ اكيد مش هروح اعيد التجارب تاني في المعمل. فالسبيسيفيك جرافيتي بتتحسب بالمعادله اللي قدامكم دي، انه لما يكون واحد فيهم اتعمل له سبيسيفيك جرافيتي بجيب للسبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلند بنفس الطريقه بتاعت النسب. يعني اول سبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلند بتساوي واحد على البرسنتج من اجريجيت واحد على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اجريجيت واحد، زائد البرسنتج بتاعت اجريجيت اتنين على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اتنين لحد كل الاجريجيتس اللي عندي. يعني على سبيل المثال في البلند اللي احنا عملناه من شويه، اللي عندنا فيه تدرج رقم واحد كان 30% والتدرج رقم اتنين 70%، لما اجي اطبق في المعادله دي هطبق ازاي؟ يبقى واحد على البي مظبوط، واحد ديت اللي هي المفروض بقى 30 30% 30 على وزي 100 واحد في بقى لو 70 هي تبقى معطاة ايا نضرب كان 100 في الرقم بقى جي واحد، اه يبقى 30 على 100 جي واحد زائد 70 على 100 جي اتنين، جي 2 ماشي؟ ايه التدرجات اللي بتبقى موجودة في المحطة؟ زي ما قلنا كده، سن واحد، سن اتنين، رمل، بودرة. يعني انا لما تجيلي الجوب ميكس فورمولا هتجيلي فيها اربع نسب، تمام كده؟ تاني يا دكتور معلش الشريحة ديت عشان النت فصل. الشريحة دي انا دلوقتي كل تدرج من التدرجات دي ده نوع اجريجيت، وانا عملت له في المعمل تقرير صلاحية كامل في التدرج بتاعه، وفي كمان خواصه، منها الحاجات اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، ومنها السبيسيفيك جرافيتي، عينا له السبيسيفيك جرافيتي بتاعته في المعمل، تمام؟ انا عملت بلند بنسب، فالبلند بالنسب ده عايز اعرف السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بكام، لان السبيسيفيك جرافيتي دي حاجه تلزمنا، حاجه تلزمنا في تصميم الخلطه، ماشي؟ فهجيبها ازاي؟ اجيبها بالمعادله اللي قدامي. المعادله بتقول لي ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلند بتساوي واحد على البرسنتج واحد بتاعت اجريجيت واحد على 100 السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اجريجيت واحد، زائد البرسنتج اتنين بتاعت اجريجيت اتنين على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اجريجيت اتنين، وهكذا لحد ما نخلص كل الاجريجيتس اللي عندنا اللي احنا حطيناها في البلان، يا تمام؟ دكتور مش المفروض الجي ده كتوتال بعد ما احط الرمل والبودرة يبقوا 3 بس مش 4؟ لا هم اربعه. ما مش سن واحد وسن اتنين ده انا هعمله جي على بعضها هيبقى بقى كأنه مكون واحد على بعضه لا بعدين ارجع احط رمل وبودرة بعد بص كده بص بنسبة تانية؟ بص بص لا لا لا، اعتبر ان ايه، ان هو بيعمل جي واحد لوحده وجي اتنين لوحده، طب خلاص؟ ما هو كده هيبقى بقى نسبة المر مش 30 و70 هيبقى أقل من كده لأن هاخد نسبة منه مش هيبقى 100% يعني. انا لا 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 لا، هو لازم يبقى في المية في المية، هو مش هيبقى 30 و70. لو انا عندي اربعة أنا فاهم ماشي، أه يعني بعد كده النسبة دي هتقل أكتر من 30 و70 لان بعد كده لما أحط مجموعهم لازم يبقى 100%. أي أنا أقصد يعني إن ال 30 و70 دول أنا هيقلوا عن كده لما أجي أحط بقى رمل وبودرة صح؟ ماشي. البودرة على فكرة يا جماعة، البودرة نسبتها تبقى قليلة قوي، تمام؟ من 5 ل 8%، ماشي؟ على حسب المواصفات، تمام ماشي؟ طيب خلينا كده نبص الجوب ميكس فورمولا. على فكرة البودرة بتيجي فيها كنسبة من الأجريجيت الكبير، لأن البودرة هي عبارة عن الناعم بتاع اللايم ستون، فمش بالضرورة يجي لها صف لوحدها، عمود لوحدها في الجوب ميكس فورمولا،
لان هي منخل واحد بس، البودره منخل واحد بس، صح؟ تمام. البودره منخل رقم كام يا شباب؟ الاخير 200. اللي هو رقم كام؟ 200. ايوه، ما تبقوش مهندسين طرق وتقولوا الاخير وتسكتوا، منخل رقم 200. ماشي. طيب انا عشان اعمل تصميم الخلطه لازم نتعلم نحسب حاجه اسمها البوليامتريكس بتاعه الخلطه. فهنشوف حاجه اسمها الفيس دياجرام، انتوا شفتوه قبل كده ماشي، بس هنشوف الفيس دياجرام لما يبقى على عينه اسفلت. في حاجات مهمه كده عايزين نعرفها الاول قبل ما نشوف الفيس دياجرام. فانتوا عندكم حاجه اسمها البالك سبيسيفيك جرافيتي، وبنرمز لها بالرمز السبيسيفيك جرافيتي عموما بنرمز لها بالرمز جي ماشي. ف جي اللي هي السبيسيفيك جرافيتي. حد يقول لي كده تعريف السبيسيفيك جرافيتي يعني ايه ووحدتها؟ هي ملهاش وحده. طب جميل، يبقى احنا كده فاهمين تعريف. لما انا مش فاكر التعريف بس عارفها، بس مش خلاص فاكر التعريف. طالما ملهاش وحده، سبيسيفيك جرافيتي معناها النسبه بين الوزن النوعي للماتيريال والوزن النوعي لل سوري النسبه بين كثافه الماتيريال وكثافه الميه. وكثافه الميه ماشي. فكثافة على كثافة خلاص ما بقاش في وحدة، تمام؟ هي السبيسيفيك جرافيتي بالعربي اسمها الوزن النوعي، تمام؟ فيبقى عندنا حاجة اسمها البالك سبيسيفيك جرافيتي أو كومباكتد اتش ام اي للخلطة كلها على بعضها، بنسميها بالك، هقول لكم ليه دلوقتي. وبعدين عندنا حاجة اسمها ثيريتيكال ماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي بنسميها جي ام ام ماشي. وعندنا الاير فويدز في اي، وعندنا الإفكتيف سبيسيفيك جرافيتي للأجريجيت لوحده بنسميها جي اس اي، وعندنا الفويدز المينرال أجريجيت والفويدز فيلد ويز أسفل ماشي. هنشوف الفيس دياجرام ونعرف كل حاجة من دول عليه. ده الفيس دياجرام بيتهيألي هي المسميات دي يا دكتور اختصارات ليه؟ يعني جي ام بي دوت جي سبيسيفيك جرافيتي، طب الام بي ده اختصار للبلك والبلك بي. هقول لك بص يا سيدي، جي فور سبيسيفيك جرافيتي ماشي، تمام. كل جي يعني سبيسيفيك جرافيتي خلاص. ام فور ميكس، بي فور بالك ماشي. جي ام ام، جي سبيسيفيك جرافيتي، ام فور ميكس، ام فور ماكسيمم، مش هي اسمها ثيريتيكال ماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي، فجي ام ام، جي ميكس ماكسيمم خلاص. تمام. اير فويدز في اي خلاص، اير فويدز تمام ماشي. افكتيف سبيسيفيك جرافيتي يبقى اجريجيت جي for specific gravity، S for solid، مش الأجريجيت تعتبر هي السوليدز اللي موجودة في الخلطة. تمام. S for solid و E effective ماشي. Voids in mineral aggregate أعتقد شرحة نفسها، و Voids filled with asphalt أعتقد شرحة نفسها. تمام. كمسميات هنشوفها دلوقتي على الفيس دياجرام ونشرحها تاني. تمام. كده الرموز معروف هي stands for A. أيوة تمام. أوكي. طيب نبص على الفيس دياجرام. شفتوا زمان في الـ في الـ في السوي الفيس دياجرام شبه ده كده؟ كان في ايه؟ عمود التربة. ايوه كان تربة ومية وهواء. ايوه تربة ومية وهواء ماشي. احنا عندنا فيس دياجرام بس ما فيهوش مية خالص، تمام. المية احنا طبعا الاسفلت اتفقنا مع بعض ان احنا بنسخنه عشان حاجتين. اول حاجه، اول غرض من اغراض التسخين، احنا طبعا بنسخن الاسفلت، اللي هو انا مسخن الاسفلت ومسخن الاجريجيت على فكره في الـ في الـ في المحطه، يعني الاجريجيت كمان بيبقى سخن بيخش محمصه ماشي. تسخين الاجريجيت منه غرضين، اول غرض منه تكفيف الميه تماما، ما يكونش عندنا ميه خالص في الاجريجيت تمام، لان الميه لو بقت موجوده فالميه هتعتبر عازل بيمنع. احنا قلنا الاسفلت اللي بنحطه ده في منه غرضين باين قدامنا حتى في الفيس دياجرام اهو، في جزء بيمتص على سطح الاسفلت بنسميه ابزوربد اي سي ماشي، وفي جزء افكتيف اي سي اللي هو بعد ما يتم تغليف سطح الحبيبات تماما بالاسفلت يبتدي الباقي يربط ما بين الحبيبات وبعضها، وده اللي بنسميه الافكتيف اي سي، صح؟ مش احنا قلنا كده كتير لما كنا بنتكلم عن الخلطه؟ تمام. طب لو الحبيبات نفسها عليها ميه تفتكروا العملية دي هتتم بالشكل ده؟
المفروض لأ بقى. لأ هو لأ الحقيقة، ممكن أنتم محتارين شوية، بس هي هو لأ لسبب بسيط. أنا عايز يبقى فيه زي ثين فيلم كده، طبقة خفيفة صغيرة خالص على سطح الأسفلت، على سطح الركام من الأسفلت ماشي. لو في مية فهي بتمنع التصاق الطبقة دي بسطح الركام تمام، وبالتالي بتمنع التصاق الحبيبات ببعضها، فالعملية ما بتتمش بالشكل اللي احنا عايزينه ده. فاحنا بنسخن الأجريجيت أول سبب لضمان ان هو يكون خالي تماما من المية، دي أول حاجة. تاني سبب، هو أنا المفروض ان أنا بسخن الأسفلت عشان أوصله لدرجة فيسكوستي معينة ماشي، سيولة معينة، أقلل الفيسكوستي بتاعته بحيث ان هو يبقى سائل عشان تتم عملية الخلط بكفاءة، صح؟ طب لو أنا سخنت الأسفلت لدرجة حرارة ساي 160 درجة مئوية، وجيت حطيت له الأجريجيت، الأجريجيت كفاية عليه عشان يتجفف، مش لازم 160 يعني، ممكن أقل من كده ماشي. لو حطيت الأجريجيت عشان يتجفف وبقى درجة حرارته ساي 100 ولا حاجة، هو مش لما يكون الأجريجيت درجة حرارته أقل من درجة حرارة الأسفلت أثناء عملية الخلط. فإحنا درسنا في المدرسة زمان مبدأ اسمه انتقال درجات الحرارة، انتقال الحرارة، انتقال الطاقة، صح ولا لا؟ طب ما أنا وأنا بخلط وأنا بخلط الأجريجيت عليه والأجريجيت أبرد منه، مش هو هياخد من الحرارة بتاعته؟ يوم يعمل إيه؟ يقلل من الليونة بتاعته، عايزينه سائل صح؟ هيبقى سوليد أكتر يعني، مور فيسكس يعني، فمش هتتم عملية الخلط زي ما احنا عايزين. مظبوط. يبقى أنا بسخن الأجريجيت لنفس درجة حرارة الأسفلت في المحمصة، المحمصة دي أنبوبة كبيرة كده ضخمة جدا جدا وولع نار جواها، بنحط الأجريجيت فيها على سيور وبيمشي جوه السيور دي بعد ما الأجريجيت خلط على بعضه بالنسب اللي احنا عايزينها من كل بان، ويدخل جوه المحمصة يتسخن قوي بحيث ان هو يطلع على السيور لحد محطة الخلط. الخلط بيبقى فيه حاجة اسمها برج الخلط، بيبقى عالي فوق كده ماشي، والأسفلت يدخل المحمصة، يفضل الأسفل أجريجيت معلش، الأجريجيت يدخل المحمصة يتسخن فيها وبعدين يطلع على السيور لحد برج الخلط، والأسفلت موجود تاني في سايلو لوحده بيتسخن برضو ويروح لحد برج الخلط ويبتدوا يتقلبوا داخل برج الخلط على درجة الحرارة العالية دي ماشي. طيب النتيجة بينتج لنا حبيبات من الأجريجيت مغلفة تماما من سطحها بالأبزوربد إي سي، وبينها بيتبقى الإفكتيف إي سي يربط بين الحبيبات وبعضها ماشي. لكن كمان بعد ما بيتم الخلطة ودمكها المفروض يعني، بيبقى عندنا مازال في فراغات هواء اللي هي الإير فويد، فبينتج عندنا الفيز دايجرام اللي قدامنا. نفهم الفيز دياجرام كويس الأول. الفيز دياجرام لو قلنا الأجزاء اللي على الشمال بتمثل الفوليوم والأجزاء اللي على اليمين بتمثل الماس، فهنبتدي كده بالفوليوم من على اليمين. كان عندنا الأجريجيت لما كان سوليد لوحده كان في حاجة فراغ بين الحبيبات لو حطناها لوحدها كده اسمه الفويدز إن مينرال أجريجيت، باين VMA. أيوة. لما عملنا الخلطة ففي جزء من الأسفلت اللي هو الإفكتيف إي سي ماشي، احتل جزء من الفراغات الفويدز إن مينرال أجريجيت، فاسمه ال VBE. VBE فوليوم. طب كل ال V يعني فوليوم ماشي، BE بتومين إفكتيف، B for bottom ماشي، و E إفكتيف خلاص. في جزء امتص على سطح الحبيبات اللي هو الابزوربد اي سي، فبقى عندنا في بي اي اللي هو الفوليوم بتاع البتومين الابزوربد ماشي، واتبقى طبعا الفراغات الفاضيه خالص اللي هي سميناها اير فويدز او في اي تمام. بس هو ازاي يا دكتور مفيش ميه وهو اصلا كده كده يعني، وهو بيعمل وهو بيجي يدمج الطبقه بتاعه الاجريجيت ديت بيبقى فيه بيحط مية عليها، ولو مثلا في حصل شتاء أو مطر أو الكلام من ده بيبقى فيه مية عليها ما فيش محتوى مائي خالص ليها؟ بصوص ما بنحطش مية خالص أثناء الدمك. بيحط؟ احنا بنعد على لا لا لا, لا 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 استنى بس استنى، حط مية وهو بيدمك الأساس. اه حطش مية وهو بالعكس، ده انت وانت واقف في الموقع
لو حاجة سربت مية وانت بتدمك الأسفلت بتوقف الدمك لحد ما يسد مصدر المية، لكن المية دي بتتحط أثناء دمك الأساس مش الأسفلت، وبتتحط على فكرة بالمحتوى المائي الأوبتيمم ووتر كونتنت، يعني مش ماء وخلاص، ده ماء بتبقى محسوبة قد إيه. أيوه بالنسبة للأساس يعني أجريجيت سوليد دوت. السؤال تاني معلش مش مهندس، يعني الأجريجيت سوليد دوت ده مش طبقة الأساس آخر طبقة تحت خالص دي؟ لا. ثانية عشان ما نتلخبطش، احنا الأجريجيت اتفقنا وانا بتكلم معاكم في الأجريجيت لما جينا نشرح الأجريجيت قلنا الأجريجيت بنستخدمه في حاجتين ماشي، في أجريجيت بنستخدمه في الخلطة ماشي هو لايم ستون بر خلاص، وفي أجريجيت بنستخدمه في الأساس تمام. انا فهمت الخلط جاي منين عندكم، فهمت انتم متلخبطين ليه. الاجريجيت اللي بنستخدمه في الاساس ده سن 6 صح عشان قلت كده؟ ايوه مظبوط تمام. وده ليه خواص معينه وبنعمل عليه صلاحيه في المعمل برضو هو كمان، ونشوف السي بي ار بتاعته كام، ونشوف اللوس انجلوس ابريجن بتاعه كام، وليه خواص كده لازم نوافق عليها هي كمان لوحدها. لكن الجوب ميكس فورمولا بنتكلم عن تصميم الخلطه، الخلطة عبارة عن سن 1 وسن 2 وإيه؟ ورمل وبودرة ورمل وأسفل ماشي؟ الخلطة أولاً هم لما علموكم زمان وقال لك عمود التربة ماشي؟ بيتكون من صالد ومية وهواء ماشي؟ ما قال لكش إن هم مفصولين، ومش معنى إن أنا رسمهم لك بالشكل ده إن الطبقة اللي تحت دي بتمثل الأساس، دول مش طبقة وهم مش مفصولين كده، يعني الهواء مش لوحده والاسفلت لوحده والاجريجت لوحده، الحقيقه هم على بعض مخلوطين. بصوا كده للمنظر ده، ايوه مظبوط فاهم، هم مخلوطين يعني الاجريجت سوليدز دي مش لوحدها. ايوه صح تمام. هم بيبقى شكلهم كده، شايف الخلطه اللي قدامك دي الحبيبات اهي، واللون الاسود اللي حوالين الحبيبات ده الابزوربد اسفلت ماشي، وبعدين بيتبقى كمان بعد الابزوربد اسفلت ده كميه اسفلت تربط، شايفين المثلثات دي؟ انا ما اعرفش الكرسور لما بشاور بيشاور ولا لا، الكرسور بتاعي باين عندكم؟ ايوه ماشي. شايف بص هنا كده الاسود اللي حوالين الحبيبات ده الابزوربد اسفلت، بيتبقى بقى اجزاء كده تربط الحبيبات ببعضها، شايفها؟ الاحمر اللي مرسوم هنا ده الفراغات. ايوه تمام. لكن احنا ثريتيكلي لما بنرسم الفيس دياجرام، سوري معلش خلينا ارجع، بنرسم الفيس دياجرام فاحنا بنفصل نظريا الهواء لوحده والاسفلت لوحده والاجريجت لوحده، هنا ماليش علاقه بطبقه الاساس. ايوه فاهم تمام وصل. طيب طالما فاهم نكمل ماشي تمام. طيب يبقى احنا فاهمين قصه الفوليومز. طيب بقيه الفوليومز ايه؟ طبعا البتومين على بعضه اللي هو الفي بي اي والفي بي اي، في الاخر لما اجمع الحجم ده مع بعضه يديني حجم البتومين كله. الاجريجيت سوليدز اللي هي الاجريجيتس اللي عندي ليها حجم سوليدز افكتيف وليها حجم سوليدز بلك ماشي. حجم السوليدز الافكتيف اللي هو حجم السوليدز لوحدها، وحجم السوليدز البلك اللي هو لما غلفها بالبتومين اللي هو حجمها زائد حجم الابزوربت بتومين يعني ماشي. الفي ام ام نقصد بيه حجم كل المكونات ما عدا الاير فويدز اللي هو اللي بيتجاب منه في الاخر المفروض يعني ثريتيكلي الماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي او ثريتيكال سبيسيفيك جرافيتي ماشي. الفي ام بي الفوليوم بتاع الميكس كلها البلك ماشي. اللي على اليمين بقى الماس الكتله تمام. طبعا كتلة الهواء احنا اكيد يعني عارفين ان كتلة الهواء بصفر ماشي. الكتلة بتاعة الافكت الاسفلت هنسميها البي بي اف بي اي، احنا نرمز للكتلة بالرمز بي اوكي ماشي. والبي بي اي اللي هي الابزوربد اسفلت، والبي بي على بعضها البي بي على بعضها اللي هي الكتلة بتاعة البتومين، البي ام على بعضها الكتلة بتاعة كل المكونات، والبي اس لوحدها الكتلة بتاعة الاجريجيت سوليدز ماشي. طبعا دكتور تمام قول هو بمقارنة الفي ام ام والفي ام بي ما
بمقارنتهم مع بعض بيوصل بقى هنا التجربة دي او حاجة زي كده بيوصل لافضل دمك، يعني ده اللي بيحدد منه اذا كان كده دمك كويس ولا لا. عمرنا ما بنوصل للفي ام ام لان احنا ما عندناش خلطة من غير ايربويد، ده بالعكس الايربويدز هتحكمنا في الخلطة الايربويدز، واحنا نكمل ونوصل لاخر المحاضرة وناخد تصميم الخلطة انت هتلاقي اننا الايربويدز ليها مينيمم وليها ماكسيمم، ليها حدود مواصفات ماشي. يعني انا ما بقولش ان انا عايز اوصل لنسبه دم تخلي الايربويدز بصفر، ده بالعكس الخلطه للايربويدز بتاعتها اقل من حدود المواصفات بتبقى ساقطه. تمام. وحدود المواصفات انا هقولها لك حالا، حدود المواصفات، حدود المواصفات في الطبقه السطحيه من 3 ل 5% ايربويدز، يعني لو اقل من 3% الخلطه ساقطه وما بقبلهاش، وهقول لك ليه دلوقتي ماشي. الرابطة من 3 ل 8% الايربويدز بتزيد ماشي. فانا عندي الخلطة لازم تكون فيها ايربويدز ماشي. طيب الفي ام ام، الفي ام ام، طب طالما كده انا ما عنديش حاجة اسمها في ام ام، احنا قلنا تاني الفي ام ام بجيب بيها حاجة اسمها الماكسيمم ثريتيكال سبيسيفيك جرافيتي. ثريتيكال يعني نظريه، يعني ما بتحققش عمليه ماشي، وبجيبها في المعمل بطريقه كده انا مش هشرحها لكم بس هديكم فكره عنها، لان احنا عندنا جهاز اسمه الرايس ماشين بتخلخل الخلطه وتحطها مفككه في ميه عشان تطلع الايربويدز منها ماشي. تمام اوكي. فنرجع تاني للكتله او الماس، فيبقى عندنا الماس الماس كلها اللي هي ال بي ام بتاعت الميكس بالكامله هي عباره عن حاجتين، الهواء ملوش ماس فيبقى الماس بتاعت السوليدز البي اس، والماس بتاعت البوتومين اللي هي البي بي اوكي. طيب الماس بتاعت السوليدز، ما احنا قايلين السوليدز دي اصلا اللي هو البلند صح، مش احنا قايلين ده بلند؟ ايوه تمام. يعني الماس بتاعت السوليدز اللي هي البي اس بتساوي البي كورس اجريجيت زائد البي فاين اجريجيت زائد البي مينرال فيلر ماشي. طيب سيب الاجزاء دي اللي تحت ده للتوضيح فقط ماشي. انا بقى لما بحسب البالك سبيسيفيك جرافيتي في المعمل بحسبها ازاي؟ هي الاول البالك سبيسيفيك جرافيتي هي عباره عن الماس بتاعت الاجريجيت والاي سي اللي هي البي ام يعني على الفي ام بي. الفي ام بي اللي هي حجم مين؟ حجم كل حاجه، حجم كل حاجه اللي هي حجم الاجريجيت وحجم البوتومين وحجم الايربويدز، ده مجموعهم على بعض كده بيديني الفي ام بي ماشي. طيب انا بجيبها في المعمل ازاي؟ بنجيبها في المعمل بطريقه سهله جدا، ده بيقول لك ده الاسفلت بايندر ميكسد ويز اجريجيت اند كومباكتد انتو اسامبل بالشكل اللي احنا شايفينه. الفيس دياجرام اللي على اليمين ده نظري عشان نحسب منه بس ماشي. طيب الكلام ده بيتعمل في المعمل ازاي؟ بص حضرتك كده، اولا العينات بتاعتنا عينات اسطوانيه، دي اسمها عينات مارشال لان احنا بنصمم الخلطه بطريقه اسمها طريقه مارشال وهنكلمك عنها النهارده خلاص. كل حاجه عايزين نحسبها في المعمل بنعملها بتجربه، والتجربه ما بنعملهاش بعينه واحده زي ما اتعلمتوا في الخرسانه كده، مش انت لما بتيجي تجيب قدره الكسر بتاعت المكعب بتعمل 3 مكعبات وتجيب وتكسرهم من الثلاثه وتجيب المتوسط. مظبوط. احنا نفس القصه، العينه بتاعتنا اهي اسطوانيه وهنقول لك ابعادها حالا، قطرها 4 انش وارتفاع الاسطوانه 2.5 انش يعني 10 سنتي في 6 سنتي وربع ارتفاع ماشي. العينه بنصنع، لو انا هحسب السبيسيفيك جرافيتي فانا بصنع 3 عينات، بدمج 3 عينات في المعمل واجيب السبيسيفيك جرافيتي بتاعتهم عن طريق 3 اوزان. الوزن تحت الميه شايفين العينه فين؟ متعلقه اهي في حبل خلاص، ومتعلقه في الميزان، شايفين الميزان اللي فوق ده؟ ايوه. الميزان بيقيس وزن العينه، لو حطيتها عليه من فوق زي الصوره اللي على اليمين بيقيس وزنها بنسميه الدراي ويت. وعندنا وزن تاني اسمه الوزن تحت الميه او الوزن المغمور يعني في الميه، وعندنا حاجه اسمها ساتوريتد سيرفيس دراي. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ ايوه في السويد. يعني ايه ساتوريتد سيرفيس دراي؟ مغموره
ساتوريتد يعني بحطها في الميه لحد ما تتشبع كل الفراغات اللي جواها تتملي بالميه، احطها في الميه انقعها في الميه لمده من 20 ل 30 دقيقه لحد ما كل الاير فويدز اللي جواها تتملي بالميه، فتبقى كده ايه ساتوريتد. واطلعها وشايفين الفوطه البيضه اللي قدامنا دي، انشف السطح بتاعها، ننشف السطح بس، يعني ما بنقعدش نهز العينه بنروح جايين ماشيين العينه على الفوطه كده بالراحه بحيث ان احنا ننشفها ونوزنها، يبقى الفراغات من جوه مليانه ميه لكن السطح ايه ها، لكن السطح ناشف. العينه الفراغات هتطلع منها، الهواء هيتملى فراغ، الفراغات هتتملى ميه بدل الهواء، بس احتمال برضو العينه نفسها تشرب ميه. يعني ايه تشرب ميه؟ نفسها تاخد ميه، يعني تكون على ميه من بره تقصد يعني؟ ايه مثلا يعني؟ ايوه، ما انا هنشفها اهو بالفوطه، ما انا جايبين فوطه وعمالين ادلع العينه كده ليه؟ عشان ننشف وهي خارجه من الحمام لسه. ماشي، انا هوزنها الاول جافه خالص فعندنا دراي ويت، اوكي، وهوزنها تحت سطح الميه فعندنا سبميرجد ويت، ماشي، والتالت بعد ما نقعها في الميه كده حبه حلوين، ماشي، روح جاي مطلعها وبالفوطه اللي عندنا في المعمل دي نسيت اقول لكم حاجه على الفوطه، احنا بنجيبش فوطه ناشفه، ماشي، احنا بنجيب دام بند تاول. يعني ايه دام بند؟ فوطه من الديه. باشمهندس اللي كان بيسال حال، الفوط بتاعتنا طبعا فوط، احنا من مصر وعندنا مصانع في غزل المحله، وانا اصلا كنت من المحله يعني، فعندنا فوط جميله كده اللي هي ايه، الفوطه بيبقى طالع منها شعيرات كده صح؟ ايوه تمام. فاحنا مش عايزينها تلقط الميه اللي جوه العينه، تمام، فما بنحطش فوطه ناشفه، لو جبنا فوطه ناشفه هتنشفها خالص، احنا بنجيب فوطه منديه. يعني ايه؟ عارفين البخاخه بتاعت المكوى؟ مش احنا عندنا، مش احنا اصلا دلوقتي ايام الكورونا على طول عندنا بخاخه كده وحاطين فيها ميه بكلور؟ كلور بيبوظ الهدوم. مفروض انا مش سامع، بس انتوا شكلكم بتهزروا معايا عادي يعني، اوكي، كلور بيبوظ الهدوم يا دكتور. ما احنا مش هنحط كلور يا حبيبي، في المعمل مفيش كلور. نحط كحول. لا، في المعمل هنملى البخاخه دي ميه فقط، وهنجيب الفوطه قبل ما ننشف بيها العينه، نروح جايين من البخاخ كده رشين الفوطه منديينها، ماشي، وبعدين ننشف بالفوطه الدامبند اللي هي اسمها كده في المواصفه، اسمها دامبند تاول، اللي هي فوطه منديه، الفوطه السخنه، بس مش سخن، تمام، عايزين تدلعوا انتوا. طيب، بحسب الجي ام بي ازاي؟ الجي ام بي بتساوي A على B ناقص T، حيث الـ A هي الماس اوف دراي سامبل اللي هي الوزن الجاف، الـ B الماس اوف ساتوريتد سيرفيس دراي سامبل، الـ C الماس اوف سامبل اندر وودر او سبميرجد ويت، ماشي؟ كده حسبت الجي ام بي، ماشي؟ تمام. الجزء اللي تحت بيمثل الفوليوم كامل اللي هو الـ B ناقص T، والجي ام بي الوزن طبعا او الماس بتبقى فوق. تمام، هو احنا عملناها بالاوزان على السن، الحجم ثابت صح؟ نعم، احنا حسبنا الجي ام بي بالاوزان بس على السن، الحجم ثابت. لا، على اساس ان الفرق ما بين الساتوريتد سيرفيس دراي ماس وما بين السامبل اندر ووتر بيدينا الحجم، ده بمبدا قاعده ارشميدس، ارجع ذاكرها تاني يا دكتور، معلش الصوت ما كانش واضح. على اساس ان الفرق بين الماس اوف ساتوريتد سيرفيس دراي وبين الماس اندر ووتر بيدينا الحجم، ماشي. تمام، ماشي تمام. فاكر انت قصه حجم الماء المزاح والقصه دي؟ ايوه صح، مش عايزه اخش فيها تاني لان انا شخصيا ما بحبش اتكلم فيها ولا اشرحها. تمام، لان مهما نشرحها بترجعوا تقولوا مش فاهمين قاعده ارشميدس اللي خدناها في ثانويه العامه. ايوه، الطافو بتاع الطافو، وصل. برافو، شاطر، ماشي. فاحنا بنحسبها على اساس ان البسط بيمثل الوزن والمقام بيمثل الحجم، تمام، فيبقى دي الكثافه اللي هي نسبه طب وبما انهم نسبه بين اوزان يعني، فهي بتبقى مش كثافه لان الكثافه ليها وحده، لكن الوزن النوعي ملوش وحده، يعني الجي ام بي دي ملهاش وحده، الكلام ده على كثافه الميه كمان. ايوه، على كثافه الميه اللي هي بواحد، فكده كده مش، لا هو واحد لو انت بتستخدم وحده الطن لكل متر او الجرام لكل سنتي، عشان الموضوع هيختلف لو الوحدات اختلفت. لو الوحدات، ايوه تمام. تمام، طيب،
الستريتيكال ماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي بقى الجي ام ام بتتعمل على اللوس ميكشر. اللوس ميكشر يعني ايه؟ يعني احنا واحنا بنعمل العينه بنسيب جزء كده مفكك ماشي، والحقيقه هو بيتعمل عن طريق معده اسمها الرايس اللي هي بتخلخل الفراغات ما بين العينه وبتتحسب بطريقه معينه. انا مش هدخلك فيها برضو عشان انا مش همي التجربه دي خالص، انا همي ان انت تعرف تصميم الخلطه. والجي ام ام بتساوي الماس بتاع الاجريجيت والاي سي على الفوليوم بتاع الاجريجيت والاي سي من غير الفراغات اللي هي بنسميها الفي ام ام بطريقه الرايس ماشين اللي هي المعده كده بتفضل سايب العينه فيها تقعد تخلخل الفراغات ما بينها لمده حوالي نص ساعه تقريبا، وبعدين بتجيب برضو اوزان معينه للعينه بتاعتك المخلخله دي لازم الاستخدام لله وتحسب منها الجي ام ام. انا هسكت دقيقتين بس قبل ما العصر ما الظهر جدا. تمام يا دكتور. ايه رايكم تروحوا تتوضوا نصلي الظهر كده ان شاء الله ونتقابل بعد الظهر 10 دقايق كده؟ ربع ساعه يعني يا دكتور؟ ربع ساعه بس، يلا روحوا اتوضوا وصلوا اللي ما يصليش ربع. تمام ماشي يا دكتور.